بالمجان تصبح قوافل الشهداء مجرد أرقام في الساحات، وعلى قارعة النسيان يتفاقم مسلسل المطالبات بحقوق منتقصة وخدمات غائبة. كان أضعف الإيمان غضب بدأ يطالب بتوفير الكهرباء. هذا العراق اليوم يتخبط بالفقر والجوع، فيخرج الغضب ساطعا في بغداد والوسط والجنوب، سخط غير كل مرة. فالمطالب التي خرجت تطالب بتوفير تيار الكهرباء أصبحت، ومنذ انطلاقة تظاهرات تحمل اسم العراق، أصبحت تطالب بتيار حكومي لا ينقطع عن وطن أكلته المحاصصة ولعبة السياسة. 16 دولة تدين التعامل الأمني المفرط والمميت مع المتظاهرين السلميين في الساحات، كما أن كل دول العالم ترفض انتهاك حقوق الإنسان. عمق شعبي غاضب منذ 4 شهور لا يريد أن يهدأ، رغم أنه لا يعيش ساعات الرغد. وعلى النقيض يتكرر سيناريو العنف ضد التظاهرات السلمية، فيتساءل العراقي: هل الحق ممنوع؟ فلا هي السلطة التي أطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف، ولا هو البلد الغني بنفطه الذي أدركوا نعمه في شتاء أو صيف. لا حلول رسمية تشفي غليل الساحات الغاضبة. هل هي غفلة؟ يجيب المتابع: لو كانت كذلك لما تفاقمت مشاهد العنف أكثر فأكثر. إلى أين المصير؟ أم أنه كتب على العراقي اليوم أن ينزف الدم ليستمر في احتجاجه ونيل حقوقه؟ نزاه الأنبياء والأوصياء والمسلمين، نزاه الصالحين، نزاه ملائكة السماء والأرض، نزاه كل فقير وكل يتيم وكل عليل وكل غريب وكل سجين وكل مظلوم. سوي النحل، سوي النحل، سوي النحل. لسان حال المتظاهر اليوم يقول: وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. فمتى تتحرك السلطة بكل مكوناتها لتنقذ العراق من المجهول؟